منذ صغره عشق محمد مروان العلي دراسة بحوث الفضاء والفيزياء والبرمجة وتحليل البيانات، لذا يعد اليوم أبرز منتسبي برنامج التلمذات في مؤسسة حمدان بن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز. ومع أنه في عامه الأول في علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، فإنه يمثل الإمارات حالياً في مؤتمر الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض عبر بحثه العلمي حول استقصاء التغيرات الموسمية في تدفق الهيدروجين وخروجه من كوكب المريخ. أنا طبعاً أشتغل ويا مركز محمد بن راشد للفضاء، وشغالين إحنا ياسين نحل المعلومات القادمة من القمر الصناعي اللي هو مسبار الأمل. وظيفة القمر الصناعي هذا يلتقط معلومات من الغلاف الجوي للمريخ، معلومات هي نظرية، معلومات عبارة عن الضوء، يلتقط الضوء اللي جاي من الغلاف الجوي، ونحن وظيفتنا كعلماء وطلاب نحلل هاي المعلومات هاي ونطلع نتائج منها، مثلا نطلع كثافة غاز الهيدروجين أو مثلا نطلع درجة حرارة الغلاف الجوي. هاي المعلومات هاي نطلعها عبر التحليل وعبر الوقت. طبعا هالمعلومات بتساعدنا احنا يعني في المستقبل نعرف كيف المريخ كان بيكون في الماضي وكيف بيكون في المستقبل. مشاركة تتوج مسيرة الطالب محمد في ظل دعم أسرته له، حقق فيها عددا من الإنجازات في برنامج التلمذة بمركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، واجتيازه 4 مستويات تخصصية في البرنامج بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، اكتسب فيها المهارات البحثية في علوم الفضاء والبرمجة والبحث العلمي. اكتشفنا موهبته من يوم هو في الصف الرابع تقريبا، وبدينا ننمي مهاراته، وبدينا نسأل المدرسة، والمدرسة بعد دعمت الموضوع وقالت فعلا أن الولد يجاوب قبل الطلاب وعنده ميول واتجاهات شوية غير عن التعليم، اتجاهات في الفضاء، اتجاهات في علم الفيزياء كذا، فنمينا هاي القدرات، دخلناه دورات، دخلناه كذا، دخلناه اختبار الذكاء والحمد لله، وعقب دخلناه آخر شيء في مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وما شاء الله دعموه بشكل كبير. مؤتمر الاتحاد الأوروبي ينعقد هذا العام في النمسا، ويعد أكبر اجتماع في أوروبا لتعزيز دراسة علوم الأرض والكواكب والفضاء بمشاركة علماء في مختلف التخصصات لعرض نتائج أبحاثهم. مشاركة تأتي في ظل رعاية الدولة للموهوبين والارتقاء بقدراتهم المعرفية، معززا مع حضور الإمارات الرائد في مجال التكنولوجيا وعلوم الفضاء. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، دبي.